ايه دول يا عاطف؟ دول 13500 جنيه فلوس الجمعية اللي انا كنت مدكنها يا عماد. ربنا يبارك لك، بس انا مش فاهم انت عايزه ايه. ما هو اصل اسماعيل محتاج عمليه في القلب، هيركبوا له دعانه والعمليه كلها تكلف 15000 جنيه، يعني ناقصني 1500 جنيه وانا ماليش غيرك دلوقتي حد اتركن عليه يا عماد. حاضر يا عوضه، انا هتصرف لك فيهم. كتر خيرك يا عماد، انت عارفني انا كلمتي زي الرجاله، بال 1500 جنيه دول انت اشتريتني لاخر يوم في عمري، يعني لو جيت قلت لي ارمي روحك في البحر والله هعمل كده من غير ما اسالك ليه. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا عاطف؟ اديني ساعة زمن وال 1500 جنيه هيبقوا عندك. خدي يا حورية، اهي الفلوس دي جات لنا من عند بابا الله، مش داخلين في الحسبة يعني نتشبرق بيهم. لا ما ينفعش، ده حرام. حرام؟ دي فلوس حلال صافي، ليه بتقول كده يا ابني؟ عشان انا المفروض اخد قدكوا انتوا الاثنين، انا الراجل. هو ورث يا ابني عشان تقسمه كده؟ ده ايه الطمع ده؟ ما تطمعش عشان ربنا يبارك لك فيهم. الحمد لله ما قلناش حاجة، بس انا يعني كان نفسي اجيب لي طقمين كده ابدل فيهم. وما اجيبش انا طقمين ليه؟ هو مش المفروض ان انا البنت؟ طب انت هتعملي بالفلوس دي ايه يا جلجل؟ بقول لك ايه يا ابراهيم، ابعد عني خالص، انا ورايا هم ما يتلم. ده انا بدي لك يا ابني بدل ما اخد منك تقوم تضمع في القرشين اللي معايا. مش انت امي يعني المفروض تضحي عشاننا؟ ابتدى كلامك يغيظني يا ابراهيم، يعني انا جري طول النهار على اكلكم ده معناها ان انا مش بضحي عشانكم؟ فينك يا حماده؟ كنت شايلنا يا ضنايا، عمره ما طلب حاجه لنفسه ابدا. واخرتها ايه؟ قال لك هفضل اضحي كده عشانهم طول العمر وام. انت بتخبطيني كده ليه؟ مش بقول لها الحقيقه ولا هنفضل نضحك على نفسنا على طول؟ اخص عليك يا ابراهيم، انا يا ابني بفرحك وابسطك تقوم انت تقلب لي دمي كده؟ طب لعلمك بقى الايام هتثبت لك ان حماده هيرجع ومش هيسيبنا ابدا. ليه كده؟ هو انت يعني لازم تزعلها؟ هي الحقيقه كده بتزعل. يا الف حمد لله على السلامه. الظاهر يا عماد ان الحكايه في التشطيب، بس انا صدري بيوجعني قوي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما انت زي الفل اهو. قول له يا عماد احسن فيها من اللي بيخش يعمل عمليه يعني بيبقى خلاص. معلش يا عماد تقلنا عليك. عيب يا سمعه، ما تقولش كده، ده احنا اهل. يعني اذا كان حبيبك عسل يا عم انت ريح نفسك، اطلع بس انت كده من المستشفى بالسلامه وربنا هيسويها من عنده. هيسويها ازاي إذا كان أنت حطيتي كل اللي معاكي في العملية؟ تصدق أن أنت راجل النكد عندك كيف ومزاج؟ وأنت مالك؟ أخرج أنت بس وربنا بينساش حد. الله شيشاس شيشاس إيدو إيدو إزمني يعني مضغوط. بص بيها بجمو أستاذ ويسي قلنا أنا مين؟ أنا ما ينفعش أسيبك يا عم جورج، مش بمزاجك يعني. يلا روح 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 روح. ايوه يا باشا تعال يا اخويا خش. على مهلك على مهلك. ويش ويش على مهلك. ايوه 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 أوه. ايوه لا 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 ونكمل يا ابو السباع، انا عايزك تنام جوه. لا هنا كويس قوي يا عماد. ما هو ما ينفعش وانت تعبان تنام هنا. خلاص يا عماد كده حلو، كتر خيرك ربنا بس يقدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ دي سلامة ابو السباع بالدنيا وما فيها. يدوم يا ابو المجدع. انا بقى هنزل اجيب كده شوية عصاير عشان دكتور قال لازم تكتر من السوائل. والنبي ما تكلف نفسك يا عماد. وبعدين يا عواطف؟ كله على الله يا ابو عبد الله. ونعم بالله، يعني احنا ساعة الشدة لا نلاقي سعيد ولا نلاقي عبد الله. انت عايز منهم ايه؟ هو انا قصرت معاك في حاجه؟ يعني عاجبك حالنا؟ احنا كل يوم بنتنيل اكتر من اليوم اللي قبله. اشمعنى في وجه كريم؟ ونعم بالله. بص بقى انا هنزل انصب الخيمه في الشارع،
كان نفسي اطلع من هنا على شقه، بس امر الله. خليك انت مرتاح هنا يا اسماعيل، ولما تشد حيلك اخويا بانزل انسنا تحت. طب وايه اللي جم وقعدتي هنا؟ عشان الدكاتره في المستشفى قالوا ان انت مالكش البهدل. خليك انت مرتاح هنا وانا كل يوم هطلع اديلك طلباتك. طب ما نستنى لما اشد حيلي وننزل كلنا. مش هينفع اسماعيل، والعماد هيفتكر ان انا برجع في كلامي وبلعبه زي كل مره. مش هينفع بقى نستندل معايا يعني بعد كل اللي عمله معانا. بصراحه كتر خيره لغايه كده، كفايه عليه قوي. تعملي ايه يا عواطف؟ انا عندي كلمتي يا امان، وقلت لك هسيب الشقه يعني هسيب الشقه. طب والراجل العيان ده هيستحمل القعده في الشارع؟ مروقه منك بقى، خليه عندك لغايه ما يشم نفسه وبعدين ينزل يقعد معانا. ما ينفعش يا عواطف اللي بتقوليه ده. خلاص يبقى رزق ورزقه على الله، هعمل ايه؟ وانت بصراحه كفايه عليك لحد كده، معديك العيب كمان. مش قصدي يا عواطف، ما ينفعش بعد اللي حصل لاسماعيل ده اسيبكم تباتوا في الشارع. انا قدمت على شقه في المحافظه وان شاء الله كلها 15 سنين واستلمها. قولي والله. اه والله بجد مش هزار. ايه اللي انت بتقوليه ده يا عواطف؟ يلا ليمي حاجتك واطلعي اقعدي جنب جوزك فوق. يلا. محبه على قلبي يا عماد، بس بقول لك ايه، انا لو طلعت وقعدت الله اعلم همشي من عندك امتى. عايزك تفكر كويس عشان ما ترجعش تقول يا ريت اللي جرى مكان. انا عارف بقول يا عواطف، اطلعي اقعدي جنب جوزك في الشقه. راجع نفسك يا ابن الناس. اللي ليا فيه نصيب هيكون. يعني ايه؟ كل واحد فينا من سكة يا عماد؟ دي اخرتها؟ ما اقدرش اربطك معايا اكتر من كده، الحكاية كده مش نافعة. تقلب ايه يا عماد؟ الدنيا خلت بينا احنا الاتنين. بس انا مش هسيبك يا عماد. ما انت لو ما سبتنيش برضاكي ابوك وامك هيخلوها غصب، فمشيها كده احسن. يا سيدي لما يبقى يغصبوا عليا يبقى يحلها الف حلال، بس انا مش هسيبك. يا بنت افهمي، انا اتربطت في اسماعيل وعواطف، وده لا بخاطري ولا بخاطرهم. خلاص نتجوز ونعيش معاهم، ومش في اوضه مقفوله. انت دماغك دي ايه؟ جسمه؟ بقولك مش هينفع. مش هسيبك يا عماد. انت مجنونه يا بت. الناس دلوقتي نسيوا موضوع الكليب، والف مين يتمناكي، واولهم سلامه. سلامه مين ده اللي انا اتجوزه؟ سلامه راجل طيب وابن حلال. طيب لنفسه يا حبيبي مش ليا، انا خلاص عرفت ان نصيبي معاك. مش هتجوزك يا عزه، مش هتجوزك. هو الجواز بالعافيه؟ اه بالعافيه، وغصب عنك هتجوزك. كل كاليترا حماده مش كده؟ يا قوة الله، انت مصري؟ امورنا يا باشا. مستر جورج موجود؟ هو موجود، بس من ساعه ما مراته توفت وهو حالته صعبه قوي. طب ممكن توصلني ليه؟ اه طبعا، اتفضل اتفضل يا فندم. استاذ هشام عايز حضرتك يا عم جورج. كمر جوبا باتونو جورج. كمر جوبا دبتت او استنى استنينو تويسن مرسا. طب مش عايزين شويه شاي ولا قهوه؟ شكرا يا حماده، كلمتين بس مع مستر جورج وماشيين على طول. بس انا فرحان قوي بوجود حضرتك معانا يعني. انا بس كنت عايز استاذنك لما تخلص تعالى نتكلم مع بعض شويه. هاجي لك مره تانيه، المره دي مش هينفع. هستناك ان شاء الله. ميدام جيدرو اندر دي شادينا تاوند دام يخبروا تمام برش. عشان كده انا جاي لك النهارده احلك من اي كلمه اديتها لي. أنا ما عارف أقول لك يا عماد يا ابني. سالم، أصلك ما تاخذنيش يعني، بقالك سنة داخل خارج علينا. أنت عارف إن إسماعيل وعواطف قاعدين عندي في الشقة. كل ما أقول إسماعيل هيبقى كويس وحالتهم هتتحسن، تبقى أسوأ من اليوم اللي قبله.
عشان كده انا شايف اني حرام اربط عزة معايا كل ده. عارف احمد، اي اب في الدنيا يتمنى البنت عريس زيك، راجل جدع وشهم. سودة نصيحة مني، حتى الجدعانة لازم بالآخر. اللي انت بتعمله ده هتبقى نتيجة انك تضيع نفسك عشان خاطر غيرك. نصيب يا اسطى، مش حد هياخد اكتر من نصيبه. سلام. انست وشرفت. مش هوصيك يا عماد، عزة دلوقتي مش خطيبتك، يعني لا كلام ولا حتى ترمي عليها السلام. انت عارف سنت الناس ما بترحمش. ليك عندي كأني معرفهاش، ربنا يقدرني على كده. خد يا عماد، على فكرة انت جدع، جدع قوي. انت مصرة يا بنت تموتيني ناقص عمر؟ يابا مش طايقاه، اعمل ايه؟ اتجوز بالعافيه؟ لو ريحك تجوزني واحد غصب عني فشوره شرطك. يا حبيبتي يا حبيبتي، الوسطى فضل راجل كسيب ومعاه قرش، يا واخد القرد على ماله. ايه يا بنت في ايه؟ انت بتغلطي بالناس ليه؟ هو لازم يعني الراجل يبقى حلو ومسبسب وشعره اصفر وعينيه خضر عشان يتجوز؟ في الاخر الراجل ما يعيبوش الا جيبه. لو كان يرضيك تغضب ربنا وتجوزني غصب عني مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتحاسبني عليا يا بنت الكلب؟ انت قومي يلا، بلاش قلة أدب. انت زهقت من لقمتي يابا. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي يا بنتي يا حبيبتي، انا العمر بيجري بيا ونفسي اطمن عليك في بيتك قبل ما اموت. وبعدين انت فسخه خطوبتك من اللي اسمه عماد ده بالك يجي سنتين دلوقتي، وكل ما عريس يجيلك ترفضيه. وخدي بالك كل ما بيمر يوم العريس اللي بيجي اوحش من اللي قبله. يعني احنا ما صدقنا ان جالك واحد كسيب عشان خاطر يا حسن، عشان خاطر ابوك يا حبيبتي. فكري. فكرت يابا ومش عايزه افضل. ابوس ايدك، مش عايزه افضل. خلاص غوري غوري، جاتك داهيه كداهيه، كلكم مالكوش في الطيب نصيب. فجاه حسيت ان انا السبب في موت نيرفانا. لما كانت قدامي ما كنتش حاسس بيها، لما راحت بدات احس بالذنب وحشه. ايه الرومانسيه دي؟ أنا عمري ما كنت رومانسي، أنا طول عمري ما يفرقش معايا، بس مش عارف هنا بدأت أشوف حاجات رفيعة جوه البني آدمين. في مصر الزحمة والشغل والجري ورا المصلحة بيخلوا الناس ما يشوفوش بعضيهم، إنما هنا أكيد أنت اتغيرت. المهم أنت ناوي تعمل إيه؟ والله ما عارف يا هشام، بفكر أمشي وأسيب البنزينة، زهقت، ما بقاش فاضل لي فيها غير الأكل والشرب والنوم ودموع عم جورج. ما انصحكش، جورج بيحبك قوي. وانا كمان بحبه، بس زهقت، بدات احس زي نيرفانا، يعني احس اني محبوس هنا. اقول لك ايه، اصبر شويه واوعى تاخد اي خطوه قبل ما تشورني، احنا اكيد هنبقى اصحاب. يا ريت يا هشام، انا هنا وحيد ومخنوق، مفيش حد فضفضني، عشان كده فتحت معاك كلام على طول. قومي يا عماد اكتب دلوقتي عليا عند اي مأذون. انا ما اقدرش اعمل فيكي كده يا عزه، الناس تقول ايه بس؟ ابويا رسول الف سيفي جوزني الاسطى فضل، وانا خلاص ما عنديش اي حاجه ارفضه بيها. اتجوزي يا عزة. خس عليك يا عماد، هانت عليك العشرة؟ دول 4 سنين يا أخي، انت لو مربي كلبة مش هيهون عليك تسربها زي ما انت عايز تسربني كده. ربنا يعلم أنا بتعلق بيك قد إيه، بس هعمل إيه يا عزة؟ نتجوز، نتجوز يا عماد. طيب اديني فرصة أفكر
وبكره هرد عليكي. انت لسه عايز تفكر يا عماد؟ مش هفكر فيك انت، هفكر في مخرج من الحفره اللي انا وانت واقعين فيها دي. كانها حاجه جديده يعني. طب بصي، انا بكره هروح اطلب نقل الوادي الجديد ولا شمال سينا، هناك بيدوا شقق للموظفين، اذا وافقوا هطلع من الشغل على ابوكي طوالي. كانت فين الفكره دي من زمان؟ واحد زميلي في الشغل شار عليا بيها، هجرب حظي وربنا يقدم اللي فيها الخير. يعني ايه يا ابراهيم؟ يعني اخوك مات؟ يا حبيبتي لا، دي مجرد ورقه هنعمل بيها اعلام وراثه عشان المعاش. شهاده وفاه؟ يعني اخوك مات؟ يا حرقه قلبي يلا يا ماما. حماده بقاله 4 سنين ما نعرفش عنه حاجه، انت لسه فاكره الصح ان يطلع لك معاش انت واختي؟ معاش ايه ونيله ايه؟ تقوم تروح من ورايا تطلع شهاده تقول ان اخوك مات؟ الحقيني يا حوريه، الحقيني يا ضنايا، دماغي بتغلي. في ايه ماما؟ مالك؟ انت عملت لها يا ابراهيم؟ امك يا اختي زعلانه عشان طلعت حكم محكمه بغياب حماده عشان اعمل لكم معاش بدل البهدله في كل شغلانه شويه. وانت مالك؟ انا كنت اشتكيت لك؟ ما انت واكل شارب نايم ساقط. حد قال لك حاجه؟ انا عندي اشيل طوب وزلط على راسي ولا امسكش في ايدي شهاده زي دي ابدا. طب يعني انت مش كنت تقول قبل ما تعمل حاجه زي دي يا ابراهيم؟ شايفه عامله في نفسها ايه؟ يعني هي كانت هتوافق؟ انا مش عايزه حاجه، مش عايزه معاش. هتقولي ابني اجيبه لك منين بعد 4 سنين؟ هتقولي ابني، هتقولي حماده، حماده اللي ربيته وشلته على ايديا لحد ما كبر وبقى راجل، هتقولي ابني. اهدي يا ماما والنبي، ما تعمليش في نفسك. بس ابعدوا عني، انا مش طايقاكوا ومش طايقه حد ومش طايقه روحي. هتقولي ابني يا حبيبي يا ابني. اوه يعني انت عاجبك اللي انت عملته ده؟ ما تتنيل انت كمان، انا لسه عملت حاجه، هي لسه فاكراها يرجع. يا سيدي هي عندها امل. يجي منين الامل؟ يجي منين الامل وهو بقاله 4 سنين محدش يعرف عنه حاجه؟ عشان هي امه، افهم، هي امه. بلا امه بلا اخته، الواحد لازم يشوف الدنيا مش يعيش في الاوهام. وبيليف لاجل سابنزين غوانكي شتون. Stop, stop, нельзя туда. Нельзя. Рига надо. Вы должны пойти с нами в участок. Почему? Вы подозреваетесь в убийстве. السبب في اللي انت فيه. مش عارف اللي انا عملته صح ولا غلط، بس انا دلوقتي مستريح. انت بتضحك على نفسك، انت مش مرتاح. ما اقدرش انكر ان انا بحبها، مش متصور حياتي اللي جايه من غيرها، بس انا دلوقتي مرتاح. وجع ساعة ولا كل ساعة. انت محترم قوي يا عماد، ولازم عزه تكون بتقدرك. انت دوست على الجرح يا اسماعيل. انا عارف انها بتقدرني، بس مش عارف اذا كانت بتحبني ولا لا. طالما بتقدرك تبقى بتحبك. مش شرط، هي مقدره اللي انا عملته علشانها، شايفاني حد طيب. انت بتتوه نفسك بكلام كبير عشان ترضي روحك. الحب ملوش سبب يا اسماعيل. لو ابتديت تقول بحب عشان كذا وكذا، طب ما بتحبش، طب اي حاجه تانية غير الحب. سيبك مني انا، قول يا اسماعيل انت بتحب عواطف. Ha 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 ha
معلش بقى انا ضحكت وانت زعلان. انت بتضحك عشان حسيت بحبك ليها. يا عم سيبك مني انا وعواطف، خلينا فيك انت وعزه. انت مكسوف يا اسماعيل تقول ان انت بتحبها؟ لا انا هتكسف من ايه؟ دي مراتي وام عيالي. بس انا كبرت على الكلام ده. صعب عواطف. هي ناشفه شويه. لا شويه، ناشفه كتير يعني. بس هي معذوره، الدنيا عماله تلاطم فيها من زمان قوي. هي حنينه بس على طريقتها يعني. بتحبها اسماعيل؟ صدق ساعات بحس ان انا بحبها اكتر من نفسي. على فين يا حماد؟ مخنوق، مخنوق شوية يا هشام، مخنوق. أنا حاسس إن رجعت مصر تاني يا هشام. دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ وحشة، عشان بدأت أحس بالظلم تاني. أدوني ورموني في الحبس من غير ما أعرف تهمتي. احمد ربنا إنها جات لغاية كده، لولا بصمات ماك كان زمانك رحت في 60 داهية. عم جورج هو اللي صعبان عليا قوي. كنت فاكرك واد مخربش ومدقدق، لكن شكلي اتخميت فيك. ليه بتقول كده؟ البوليس معذور، الراجل مقتول، وانت اكتر واحد مستفيد من موت. انا الخسران الوحيد في الموضوع ده. قول كلام يخش المخ. انت خدت كل حاجة. انت ابوك عايش؟ ربنا يرحمه. ورثت منه؟ الحمد لله. ويا ترى فرحك بورثه اكتر من زعرك عليه؟ انت كده بتحب الراجل ده؟ انا ما وعدتش على موت ابويا يا هشام. النهارده بس حسيت ان ابويا مات. مش دهيلك. بيقولوا هيوزعوا شقق المحافظه على اول السنه. انهي سنه؟ كل شيء يقول لك شهر 4 لا شهر 7، لما الواحد ما بقاش مصدق منهم كلمه. هي الشاية اللي تعلق فيها عواطف. عمدة امسك. ايه دول يا عواطف؟ دي حته من 1500 اللي كنت سالفاهم. معلش انا عارفه ان استلفتهم على بعض، بس هرجعوا لك فرط. امسك خليهم معاك، يمكن ينفعوا في اي حاجه. ايه يا عماد؟ لاويه دي ولا ايه؟ لا لا لاويه ولا حاجه، انا بتكلم بجد، انا مش محتاجهم. خد منها الفلوس يا عماد. الله، ربنا ينفق في صورتي، وحبه مني وحبه منها، ونسد اللي علينا بقى. صدقني ملوش لازم الكلام ده، احنا خلاص بقينا على واحده، واللي معاكم معايا. ما هي لويتك دي لا هتقدم ولا هتاخر. انا لو اعرف حلل العقده اللي احنا فيها والله كنت حليت بسناني قبل ايديا. انت فاهماني غلط يا عواطف، انا كنت عايز الفلوس دي عشان اتجوز بيها. دلوقتي خلاص مفيش جواز، مبالهمش لازمه. انا حتى قلت للنجار يبيع الحاجه اللي عنده. ليه كده يا ابني؟ إلا مع العسر يسرى. إيه عشان في رب كريم وهو يفرجها من عنده؟ سيدي أعيشها والسلام. يومين بنقضيهم بالطول ولا بالعرض يكونوا زي ما يكونوا. خلاص يا عماد. عواطف، من بكرة تنصب الخيمة وحننزل نقعد تحت. هو أنا بقولك الكلام ده عشان تقولي كده؟ أنا بقولك الكلام ده من خدقتي يا إسماعيل. ولا بلاش أتكلم. مش تعبني، اديكم سليني بدل ما انا قاعد لوحدي. الحقيقة السنة دي وفضل مجهودكم قدرنا نحقق أفضل نسبة إشغال في الفندق خلال الخمس سنين الأخيرة بمعدل زيادة 7.5%. وبالمناسبة دي يسعدني ويشرفني إن أنا أقدم لحضراتكم الموظف المثالي عن الشهر ده من قسم
الهاوس كيبينج السيده الفاضله جليله عبد الرحمن. يا اختي فرحانه على ايه؟ دي حته ورق لا راحت ولا جت. يعني هو انت اللي عمرك طلعتي والناس سقفت لك وسلمتي على المدير وانت بالك قدها مرتين؟ انت بتسخنيني عليها ولا ايه؟ هي بس ست كبيره وغلبانه. غلبانه؟ ده انت يا اختي اللي غلبانه وانت بتاكلي من حركات السهوكه بتاعتها دي. قفشت في القسم والاول مره من الهاوس كيبنج ياخدوا موظفه مثاليه، وبكره فكرك انها تبقى سوبر فايزر علينا. انا اللي بكره هفكرك. ماما يا ماما ماما. ايوه يا حوريه، الحمد لله على السلامه. ده نايف، شفتي صورتك في الجورنال؟ ايه ده ازاي نزلوها؟ يا حلاوه دانا، شكلك قمر والله يا ست الكل، واقفه والفرحه باينه في عينيكي كده. فرحانه صحيح عشان يا حوريه؟ طبعا يا ماما، ده انت اول واحده اعرفها ينزل صورتها في الجورنال، بقيتي مشهوره. انا جبت لك ثلاث نسخ اهم. يا رب حمدها يشوف صورتي في الجورنال ويرجع. انت مستخسره يا ماما انك تفرحي؟ اصل قلبي حاسس انه ما ماتش زي ما بيقول ابراهيم. يا ماما ابراهيم ما قالش انه مات، ابراهيم عمل كده علشان المعاش. ما تدافعيش عنه يا حوريه، اللي مزعلني يا بنتي انه حتى ملوش قبر اروح ازوره ولا اقرا عليه الفاتحه. مش انت بتقولي ان هو ما ماتش؟ هيبقى له قبر ازاي بقى؟ وبعدين بقى خلينا نفرح بيكي بقى وانت مشهوره كده. حمدة وحشني قوي يا حورية، ما بيعديش يوم غير لما بفكر فيه. ملك يا فرغلي، ما اكلتش ليه؟ نفسي مسدودة، الأكل ملوش طعم. نعم يا أخويا، ما كنت زمان أكلك حلو يا عنون، تسلم إيدك يا عنون. دلوقتي الأكل ملوش طعم؟ دلوقتي برضو تسلم ايدك. المشكلة مش في الأكل، المشكلة فيا أنا. بص يا فرغلي، أنا يا أخويا بقعد طول النهار بوزي ببوزي الحيطة، لا بشوف حد ولا بكلم حد، بستنى الساعة اللي بتيجي فيها عشان أفك عن نفسي، نتكلم نهزر، مش عشان تغمني. صعبان عليا يا نات. صعبان عليك تسيب الغم؟ صعبان عليا الواد سلامة. ده أنت بتنكش بقى على الغم بمنكاش. ماله سلامة؟ سمعت عنه حاجة وحشة كفالة الشر؟ ما أنا عارفة سيرت ابنك دي ما بتجيش غير وراها القرف والمشاكل. يا وليه قل الكلام، ولا أنت عاوزة تضايقيني زيادة؟ أنت اللي عايز تضايقني يا فرغالي. بقولك إيه؟ ما تيجي بقى نسيبنا من النكد ده ونقوم نشغل أغنية كده ونرقص ونفرفش. نرقص إيه يا وليه؟ بقولك قلقان على الواد. ليه؟ عيل صغير وهيتوه؟ ده راجل وماله هدومه. سلامة طول عمره معايا، ما اشتغلش مع حد غريب، وحكم النفس على النفس وحش. ننوس عين ابوه ليه؟ وهي كانت كل الشباب بتشتغل عند اهاليها؟ ما كل الناس بتشتغل عند بعض، جرى ايه يعني؟ قسما عظما يا فرغلي، لو ما قمت دلوقتي ترقص معايا ونفرفش لحوريك انا بقى.
عماد. ماشي ماشي يا عم. انت اتجننتي؟ انت ايه اللي منزلك دلوقتي؟ انا ما يهمنيش حد. عايزه ايه حاسه؟ الحكايه خلصت خلاص. ولما الحكايه خلصت اللي ما عادك تبص عليا من القهوه. انا كنت قاعد بشرب شاي. تلعب ايه يا عماد؟ يا ام دماغك اللي دايما ماشيه في سكه غلط، وانا هلعب بيكي ليه يا بنت؟ ما سبتني ليه؟ انا بتحبني ورايني سبتني ليه؟ انا قلت لك نهرب ونتجوز. عشان ما ينفعش يا عزه، ما ينفعش ان انا اولها ادافع عنك وعن سمعتك وفي الاخر الغمطها في الطين. طين ايه ورمل ايه؟ قالوا بيقول عليا انا اللي عايشه في افلام الابيض واسود، ده انت اللي عايش في كوكب تاني. الكلام ده يفيد بيه ما دام احنا في الاخر مش مع بعض. انت مش فاهمه حاجه. اطلعي اطلعي قبل ما حد يشوفك ولا ابوك وامك ياخدوا بالهم انك نزلتي. كنت بتلعب ايه؟ ايوه كنت بلعب بيكي، واتفضلي بقى اطلعي. الله يسامحك اسمع الكلام بقى يا اسماعيل، مشوار تقيل عليك. خفيف جودك لسه جابت. مش قصدي يا اسماعيل، بس السفرية طويلة والقعدة قصاد السجن لغاية ما بيجي ميعاد الزيارة بتخلي الواحد يكره نفسه. هستحمل، عايز اشوف عبد الله، مش يمكن دي تبقى اخر مرة اشوفه فيها؟ بعد الشر عليك يا اسماعيل، ليه الكلام ده؟ حاسس ان الفرح اللي جوايا بيطفي لندا لندا زي ما اكون انا بخلص حته حته. بعد الشر عليك، ايه الكلام البايخ ده يا اسماعيل؟ خلاص يا سيدي روح شوفه ما دام عاوز، انا بس قلقان عليك من المشوار. ربنا يقويك علينا يا عواطف، انا عارف كل ما ده حملك بيزيد. اسماعيل يا حموك في كنكه. ليه؟ هو الطشت مش فاضي؟ ضحكتني وانا مش عايزه اضحك. ربنا يخليك ليا يا اسماعيل. ما تخلينيش اغير وجهه نظري فيكي. انا ممكن اتوقع ده من اي واحده تانية غيرك. يا مدام ايمان انا مغيره الفوط وملايات السرير والله العظيم. من غير حلفان، انا لما حد بيحلف بحس انه بيكذب عليا على طول. يعني انا هخاف منك ومش هخاف من ربنا؟ اديكي ابتديتي تعصبين اهو. انت نسيتي تعملي الاوضه مش كده؟ يا مدام ايمان الاوضه دي في اخر الممر وانا مشيكه عليها قبل ما اخرج. كده طب خصم 5 ايام يا جليله، يومين علشان نسيتي تعملي الاوضه
وثلاث ايام عشان الرد الغير مقنع. ده كتير قوي مدام ايمان، وانا ما غلطتش. ما غلطتيش؟ طب خصم 10 ايام يا جليل عشان ما غلطتيش. في حاجه تاني؟ يلا روحي شوفي شغلك اتفضلي. يعني ده قرار نهائي؟ انا خلاص يا هشام تعبت زهقت، ما بقتش قادر اعيش لوحدي. كل حاجه هنا بتفكرني بجورج ونيرفانا. اسمعني يا حماده، البنزينه مستقبلها حلو وكل يوم بتبقى احسن من اللي قبله. لسه هتنزل مصر وتبتدي مشروع من الاول؟ يا سيدي على الاقل ابقى وسط اهلي واصحابي، وبعدين اللي سابهولي عم جورج مش شويه يا هشام. عايز تسافر امتى؟ عايز سافر امبارح. قفل البنزينه يرخص سعرها، اصبر لغايه ما تبيع وبعد كده سافر. طب شوف انا اعمل لك توكيل وانت دورها واعمل حسابك على كده، واول ما تبيعها حول الفلوس على مصر. وفلوسك اللي هنا هتعمل فيها ايه؟ انا هحولها على مصر برضو. تحويل الفلوس بعد 11 سبتمبر بقى صعب. يا سيدي هحاول اللي اقدر عليه، وانت بقى حول الباقي مع فلوس البنزينه. وانا اول ما انزل مصر هفتح حساب في بنك وابعت لك رقم الحساب مع رقم الفاكس في المكان اللي انا هنزل فيه. فكرتني يا حماد. انا قررت خلاص يا هشام. يا لهوي 10 ايام عشان اوضه ما ترتبتش، دي قطمة وسط صحيح. لو انتي صادقه 10 ايام بحلف لها وهي مش مصدقه. انتي خلاص يا ام حماده دماغك ما بقتش فيكي، عيالك كلوا دماغك خلاص. انتي كمان هتظلميني يا نوسه، دي الاوضه دي بالذات انا فاكراها. العيط في الفايت نقصان عقل، خلي بالك من اكل عيشك وامشي جنب الحيط، واهم حاجه لما وظفت شهر ولا غيره خليكي تعرفي تاكلي ولادك. وانتي يا اختي ايه اللي خلاكي تدخلي عيشه في ام الخير؟ مالها موظفة الشهر بالأوضة اللي اتبهدلت دي؟ ما هو انتي لو ماشية جنب الحيط ومش مصيطة نفسك ما كانش حسابك بقى جامد كده. معاكي حق، مدام إيمان قالت لي كده برضو. طيب يا أختي روحي شوفي وراكي إيه وربنا يعوض عليك العشر أيام دول. يا عم حرام عليك ما تدوش النعمة على الأرض. يا نهار اسود يا عم يا عم بقى يلا يا عم بقى 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 ي